السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج العلوم سنة تانية اعدادي ترم اول، والنهاردة ان شاء الله هناخد اخر درس في الترم الاول، وهو بعنوان الانقراض. يبقى عنوان درسنا النهاردة اسمه الايه؟ الانقراض. وكده بيكون الترم الاول انتهى، ونبدأ ناخد مراجعات ان شاء الله عليه. فتابعونا في الحلقات الجاية واليومين الجايين دول عشان هناخد مراجعات كتير ان شاء الله. طيب، الدرس بيتكلم عن الانقراض، اسمه ايه؟ الانقراض. احنا خدنا الدرس الاولاني كان الحفريات، الدرس التاني بقى والاخير اللي هو كان الانقراض في الوحدة الاخيرة. يعني انقراض؟ قال لك هو الانقراض ده الاول يا مستر هو اي نظام بيئي. احنا عندنا كده لو جينا نلخص اي نظام بيئي عندنا، قال لك النظام البيئي بيبقى ايه؟ قال لك النظام البيئي ده بيتكون من حاجتين اتنين اساسيين، ركز كده معايا بالراحة، من كائنات حية ومن مكونات او اشياء، مكونات غير حي. يبقى اي نظام بيئي في الدنيا بيتكون من الحاجتين دول، كائنات حية واشياء غير حية او مكونات غير حية. طيب لو عدد الكائنات الحية بيساوي عدد المكونات غير الحية، يعني في حالة توازن ما بينهم، لو الاثنين بتساويين يبقى كده النظام ده بيبقى نظام متزن، نظام بيئي متزن. كائنات الحية دي انواع، فما فيش نوع بيزيد عن عدد نوع اخر، اما ممكن النوع ده يقل عدده، يبقى النوع ده ممكن يقل لكن ما يزيدش. طب في الحالة دي لو قل عدد افراد النوع دول بيحصل له ايه؟ قال لك يدنوا يقل 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 لغايه ما يحصل له انقراض، يعني يموت كله، كل الافراد بتوع النوع دول. وفي الحاله دي هيحدث خلل في التوازن البيئي، يبقى هنا النظام البيئي اصبح نظام بيئي مختل بعد ما كان متوازن. طيب من هنا بقى نبدا نعرف يعني ايه اصلا انقراض. يجي يقول لك ما المقصود بالانقراض، يجي يقول لي ما المقصود بايه بالانقراض. ده اول تعريف عندي، يعني ايه اصلا انقراض. تعالوا كده نفهمها واحده واحده مع بعض. بص كده، الانقراض ده انا تخيلوا مع بعض، بص كده هنعتبره مثلث مقلوب. مثلث ايه؟ مقلوب. هنجيب التعريف من المثلث ده. قال لك مثلث مقلوب، راس المثلث لتحت والقاعده بتاعت المثلث فوق. مين الكبير يا مستر؟ القاعده هي الكبيره، يبقى اذا عدد الانواع بيبقى كتير. وبعدين واحنا بالتدريج يبدا ايه؟ واحنا نازلين، بص كده واحنا نازلين يبدا العدد يقل 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 لغايه ما يبقاش في حاجه خالص. لما نوصل هنا كده يبقى هنا ينتهي الصفر. يبقى واحنا نازلين من فوق لتحت يبدا العدد ايه؟ العدد بتاع الانواع يقل، العدد ايه؟ يقل. طب من هنا بقى نعرف الانقراض، ايه هو الانقراض؟ هنقول له الانقراض هو التناقص المستمر في أعداد أنواع الكائنات الحية دون تعويض. يبقى هو تناقص مستمر في أعداد أفراد الأنواع من الكائنات الحية دون أي تعويض. اعتبرها مثلث، المثلث بيبقى القاعدة بتاعته كبيرة، وبعدين يبدأ إيه؟ يقل، يظهر لغاية ما ينتهي خالص. يبقى هو تناقص، مش تناقص بس فرد ولا اتنين، لا ده تناقص مستمر، يعني كل لحظة وكل ثانية عمال يحصل فيه تناقص وفي كائنات تموت. يبقى هو التناقص المستمر في أعداد أنواع الكائنات الحية. الأنواع دي كتير، فعندك نوع مثلا القطط، نوع الأسود اللي هي من القطط الكبيرة، في عندك نوع مثلا الحمار الوحشي، في عندك نوع مثلا مش عارف ايه. قال لك الانواع دي العدد بتاع كل فاصله من دي او كل نوع من ده عمال يقل دون تعويض، حتى يدنوا يقل كده دون تعويض. ايه؟ مفيش اجيال جديده جايه. يعني انت عندك مثلا الكلب والكلبه، قال لك ده فصيله الكلاب، قال لك لما بيعملوا تكاثر قال لك بينتجوا كلاب جديده اللي هي بيبيهات صغيره، كلاب جديده، الكلاب دي لما تكبر تبقى كمان هي ابهات وامهات وهكذا عشان تستمر الحياه. قال لك اما ده لما ينقص بدون تعويض، يعني ما فيش اجيال جديده، قال لك خلاص ما مش هيبقى في اجيال جديده، يعني الحياه كده بتاعتهم هتخلص، يعني هي هيتعرضوا للانقراض. قال لك يبقى ايه اللي مخلي مثلا الحياه موجوده لغايه دلوقتي والكائنات عايشه؟ قال لك ان انت عندك مثلا في مواليد وفي وفيات، كده الحياه مستمره. اما لو في وفيات بس وما فيش مواليد، قال لك في الحياه دي في الحالة دي الحياة هتنتهي، ويبقى كده اسمها انقراض. يبقى الانقراض هو التناقص المستمر في أعداد أنواع الكائنات الحية دون تعويض حتى موت كل أفراد النوع، لغاية ما كل أفراد النوع يتعرضوا للموت. لما بقى يوصلوا لهنا يبقى واحنا نازلين العدد عمال يقل 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 لغاية ما نوصل للنقطة النهائية ديت اللي هي هنا مات كل أفراد النوع. يبقى تاني، يبقى الانقراض هو تناقص مستمر في أعداد أفراد النوع الواحد
من الكائنات الحية دون تعويض حتى موت كل أفراد النوع، حتى موت كل أفراد الإيه؟ النوع. طيب قال لك لما بيموت كل أفراد النوع، آخر فرد من أفراد النوع ده بيموت يا مستر، اللي هي بيوصل هنا كده، قال لك عند اللحظة دي بنسميها لحظة الإنقراض. لحظة الإيه؟ الإنقراض. ركز معايا في الحتة دي. يبقى دي كده لما بيكون آخر فرد مات من النوع ده كله. مثلا عندك مثلا طائر الدودو، قال لك ده خلاص انقرض، قال لك اخر طائر مات منه في اللحظه دي بنقول عليه لحظه انقراض طائر الدودو، وبنسجل التاريخ واليوم والساعه اللي هو مات فيها. قال لك في الحاله دي بنقول ان هو انقرض في يوم كذا، قال لك دي سميها لحظه الانقراض. يبقى من هنا بقى نعرف لحظه الانقراض. التعريف التاني عندنا ايه هو لحظه، او ايه هي لحظه الانقراض؟ هنقول له لحظه الانقراض ده هي تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع. يبقى تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع بنقول عليها لحظة الانقراض. طيب يبقى أنا كده خدت الانقراض هو تناقص مستمر في أعداد أفراد النوع الواحد دون تعويض حتى موت كل أفراد النوع. احنا نازلين القاعدة بتبدأ كبير، العدد بيبقى كبير، وبعدين نبدأ مع الوقت يتناقص يتناقص يتناقص، يقل 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 لغاية ما يبقاش فيه خالص. مات آخر فرد بنسميها لحظة الانقراض، هي تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع. طيب تمام، عندي الاستدلال من الحفريات على حدوث الانقراض. انا يا مستر انا عرفت اصلا هو كان في انقراض ولا لا ازاي؟ قال لك بنستدل الكلام ده عرفناه ازاي؟ قال لك من خلال حاجه اسمها السجل الحفري. يبقى عرفنا ان كان في انقراض من حاجه اسمها السجل الايه؟ الحفري. يبقى ده كده بنستدل منه على حدوث الانقراض. يبقى الاستدلال من الحفريات على حدوث الانقراض. ازاي عرفنا من الحفريات دي ان في انقراض؟ قال لك الحفريات دي زي ما قلنا ان هي موجوده في طبقات الصخور الرسوبيه. قال لك ومن خلال السجل الحفري، ان انا بعرف السجل الحفري تسلسل الحفريات دي وهي موجوده في كل طبقه من الطبقات، ده بيعرفني ان كان في كائنات عايشه قبل كده قبل ما احنا نتخلق، فعرفني ان كان في انقراض. قال لك يبقى بنستدل من الحفريات على حدوث الانقراض. قال لك ان الكائنات دي تركت في الصخور الرسوبيه عبر ملايين السنين، ومن خلال بقى حاجه اسمها ايه؟ قال لك السجل الحفري. يبقى من خلال السجل الايه؟ الحفري. عرفنا ايه او عرفنا ايه من السجل الحفري؟ او السجل الحفري ده عرفنا ايه؟ قال لك عرفنا اول حاجه ان كان في كائنات حيه عايشه على الارض في الازمنه المختلفه. بيستدل من السجل الحفري ده على ايه؟ قال لك بيستدل منه على اول حاجه انواع، بنعرف منه انواع الكائنات الحيه التي عاشت على الارض في الازمنه الماضية أو الأزمنة المختلفة الماضية. يبقى أول حاجة إن هو بيعرفني الأنواع اللي كانت عايشة، أنهي نوع من الأنواع بالظبط اللي كانت عايشة. طيب تاني حاجة استدلنا من السجل الحفري على إيه تاني؟ قال لك السجل الحفري ده قال لي إن في الكثير من الأنواع من الكائنات الحية اللي كانت عايشة في العصور الماضية ديت تعرضت للانقراض. مثل إيه؟ قال لك مثل الأسماك، مثل الديناصورات، مثل طائر الأركيوباتريكس. يبقى السجل الحفري ده قال لي إيه كمان؟ قال لي انقرضت أنواع كثيرة من الكائنات التي كانت في الأزمنة الماضية. مثل عندك إيه؟ قال لك عندي طائر الأركيوباتريكس ده كان موجود في العصور الماضية وتعرض للانقراض، يبقى طائر الأركيوباتريكس باتريكس، وده طبعا الطائر اللي له جناح، اول طائر يظهر له جناح خدناه في الدرس اللي فات. طيب عندي كمان من الحاجات اللي كانت عايشه وانقرضت كمان السجل الحفري قال لي بعض انواع من الاسماك. عندي كمان من الكائنات اللي كانت عايشه وانقرضت كمان زمان قال لك الديناصورات. عندك الديناصورات كمان دي كانت موجوده وتعرضت للانقراض. تمام كده. طيب كانت موجوده في العصور الوسطى الديناصورات دي ماشي، وانقرضت من حوالي 66 مليون سنة. فشفت الأزمنة ما بين الزمن والزمن بتبقى مسافة كبيرة أو أزمنة طويلة ملايين السنين. فعندك في عندك مثلا الأزمنة الجيولوجية القديمة والأزمنة الوسطى والأزمنة الحديثة، عصور قديمة، عصور وسطى، عصور حديث. العصور القديمة مثلا عندك زي عصر الكريبتوزيوي، عصر الفانيروزيوي، العصر الديف وغيره الديفوني والكربون. قال لك وعندك عصور وسطى وعندك عصور حديثة. احنا هنا بقى بنتكلم في الكائنات اللي كانت عايشة في العصور الوسطى والقديمة. قال لك دي
كان ما الانسان ما كانش عايش ايامها عشان يروي الحاجات دي. قال لك فعرفناها من خلال السجل الحفري، عرفنا ان كان في انواع كتيره من الكائنات كانت عايشه على الارض، حوالي 98% من انواع الكائنات. يبقى 98% من انواع الكائنات ظهر وانقرض قبل نشاه الانسان. 98% من انواع الكائنات ظهر وانقرض قبل نشاه الايه؟ الانسان. يبقى عندك 98% من انواع الكائنات ظهر وانقرض قبل نشأة الإنسان. تخيل يعني 98% من الأنواع ظهر وانقرض قبل ما أنت تدخل على الأرض. قال لك خلي بالك، ما بقولكش 98 حيوان أو 98 كائن حي، لا، ده 98 نوع من أنواع الكائنات. يعني عندك نوع مثلا الديناصورات، نوع الماموس، نوع مش عارف إيه، نوع 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 كده، دي أنواع. طب يبقى 98% من أنواع الكائنات ظهر وانقرض قبل نشأة الإنسان. أمال إيه اللي باقي دلوقتي حوالينا، اللي أنت شايفه في الدنيا دي كلها حواليك ده كام؟ قال لك ده يمثل 2% بس، 2% من الكائنات هو ده اللي موجود حاليا. ده اللي موجود ايه حاليا؟ اللي انت شايفه حواليك بقى، من حمر وحشي، من زرافه، من اسود، من نمور، من غيرها بقى، كل الحيوانات اللي قدامك والطيور اللي قدامك دي 2% بس من اللي ظهر وانقرض قبل نشاه الانسان. مين اللي عرفني دي برضو؟ قال لك من خلال السجل الحفري. طيب عندك كمان طائر الاركيوباتريكس، ده من الطيور قلنا اللي هي كانت اول طيور يظهر لها جناح على الارض، ودي بتجمع بين الزواحف والطيور زي ما قلنا، حلقه الوصل بين الزواحف والطيور زي ما قلنا الكلام ده في الدرس اللي فات. وده انقرض حوالي من 150 مليون سنه. شوف انا بتكلم في ملايين السنين، المسافه بين العصر والعصر ملايين 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 السنين، فمسافات كبيره جدا. فبالتالي 98% من انواع الكائنات ظهر وانقرض قبل نشاه الايه؟ الانسان. يبقى انا عندي من خلال السجل الحفري عرفت ايه؟ عرفت ان انواع الكائنات الحيه اللي عاشت، كان في كائنات حيه عايشه على الارض في الازمنه الماضيه، ادي دي اول حاجه. تاني حاجة، انقرضت أنواع كتيرة من الكائنات الحية اللي كانت عايشة في الأزمنة الماضية دي. عندك زي مين؟ قال لك زي طائر الأركيوباتريكس، عندك زي الأسماك، عندك زي الديناصورات. عندك 98% من أنواع الكائنات ظهر وانقرض قبل نشأة الإنسان، و2% بس منها اللي موجودة حاليا. طيب بما إن بقى حصل انقراضات يا مستر، يبقى إذا لها أسباب. فإحنا عندي بقى الانقراضات هنصنفها نوعين، أنواع الانقراضات. في عندي أنواع الانقراضات اللي حصلت، في عندي انقراضات نوعين، في عندي انقراضات حصلت زمان الانسان ما شافهاش، فدي هنسميها انقراضات كبرى اللي هي قديمه، انقراضات كبرى ايه؟ قديمه. وفي عندي انقراضات حصلت في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ودي اللي الانسان شافها بعينيه وهي بتحصل قدامه. يبقى في عندي بنسميها انقراضات حديث او انقراض حديث. يبقى تاني، يبقى في عندي انقراضات كبرى قديمه وفي انقراض حديث. الانقراضات القديمه دي يا مستر كان عددهم كام؟ قال لك احفظ الرقم ده معايا، كان عددهم 5 انقراضات. اما الانقراض الحديث فهو عصر الانقراض رقم 6، لو هنصنفه بقى يبقى هو الرقم ايه؟ رقم 6. يبقى ده عصر الانقراض السادس، العلماء اطلقوا عليه عصر الانقراض الايه؟ السادس. الانقراضات القديمه اللي هي الكبرى دي زي ايه يا مستر؟ اسبابها ايه؟ قال لك اسبابها عندي 4 اسباب لها. واحد، قال لك ممكن يكون العلماء طبعا ما كانوش عايشين عشان يقولوا لنا الاسباب الحقيقيه، بس هم يعني نظريات علماء وتنبؤات علماء، وطبعا دي حاجات كلها مبنيه على العلم. فمن ضمن الاسباب قال لك مثلا ممكن يكون الكائنات القديمه دي انقرضت بسبب اصطدام النيازك بالارض، والنيازك ده بيبقى صخر كبير ضخم كبير بيبقى دخل الفضاء، ماشي، بيبقى بيهيم في الفضاء وبيبقى دخل الارض، ماشي، ويسقط بقوه اندفاع كبيره وبيعمل ارتطام شديد بسطح الارض. فعندك ممكن يكون ده ادى الى ان الكائنات اللي كانت عايشه على الارض في الوقت ده ماتت بسبب كده، يبقى اصطدام النازك بالارض. تاني سبب من اسباب الانقراضات القديمه، قال لك حلول عصر جليدي طويل. يبقى واحد تاني قال لك حلول عصر جليدي طويل، قال لك ممكن يكون ان في مره واحده الدنيا شتت وبقت تنزل جليد ليل مع نهار، فممكن تكون الكائنات دي ما استحملتش فماتت. حد تالت، السبب التالت قال لك بسبب الحركات او الهزات الارضيه العنيفه. واحد تاني قال لك ممكن تكون الارض اتعرضت لزلازل قويه جدا، هزات قويه جدا، فالكائنات دي ما قدرتش تستحمل فماتت. رابع حاجه من اسباب الانقراضات القديمه ديت، وهي الغازات السامه المنبعثه من
البراكين. يبقى الغازات السامة المنبعثة منين؟ من البراكين. قال لك ممكن يكون بركان انفجر في الوقت ده فخرج منه الغازات السامة والحمم واللافا اللي بتخرج منه، فممكن والغبار البركاني، فممكن تكون الكائنات ما استحملتش الغازات اللي طلعت دي فشمتها مع الهواء فحصل لها الوفاة. قال لك يبقى تاني يبقى انقراضات كبرى قديمة. أسبابها إيه؟ أسباب الانقراضات القديمة دي مهمة جدا، بتيجي في الامتحانات كتير. يبقى نقول له اصطدام النازك بالأرض، حلول عصر جليدي طويل، الهزات الأرضية العنيفة، الغازات السامة المنبعثة من البراكين. طيب الانقراض الحديث يا مستر بقى أسبابه إيه؟ قال لك عندي برضو 4 أسباب للانقراض الحديث. قال لك أول حاجة من أسباب الانقراضات الحديثة، قال لك أول حاجة تدمير الموطن، إن أنت تكون دمرت للحيوان ده البيت اللي عايش فيه. قال لك هو الحيوانات دي بتعيش فين؟ قال لك بتعيش في الغابات، يعني الغابات دي بتبقى مليانة الشجر، فالأشجار ديت الكائنات بتيجي تعيش تحتها. كل شجرة من الأشجار اللي موجودة، زي مثلا مثال عندي الغابة الاستوائية، بيعيش فيها تلت أنواع الكائنات اللي في الكون موجودة في الغابة الاستوائية. تخيل تلت الكائنات كلها موجودة في الغابة الاستوائية. كل شجرة من أشجارها بيعيش تحتها من الكائنات أنواع عديدة من الكائنات. خلي بالك أنواع، مش عدد من الكائنات، لا أنواع من الكائنات بتبقى كلها عايشة تحت شجرة واحدة. فالإنسان راح قطع الشجر ده عشان يصنع بقى منه الأساس وغيره. فلما قطعت الشجرة أنت كده معناها أن أنت وقعت لها البيت بتاعها اللي كانت عايشة فيه، فعرضتها لإيه؟ قال لك عرضتها للتشرد. بسبب التشرد يبقى عرضتها لإيه؟ للتشرد. قال لك فلما تشردت خلاص بقى ما بقاش لها بيت، ففقدت المأوى بتاعها. يبقى التشرد وفقدان الإيه؟ فقدان المأوى. فلما فقدت المأوى خلاص يبقى انت كده بقت ايه؟ بقت من اسباب الانقراضات الحديثة. طيب عندي تاني حاجة من اسباب الانقراض الحديث بعد تدمير الموطن، عندي تاني حاجة الصيد الجائر. الصيد الايه؟ الجائر. الصيد الجائر ده هو قال لك ان انا يبقى مثلا عندي بندقية صيد ولا حاجة، اخدها كده واطلع اروح اي غابه واقعد اقتل في الحيوانات كده بطريقه عشوائيه كده اللي قابلنا اقعد اقتل فيه. قال لك ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. قال لك ده برضه بيؤدي ان عدد الكائنات بيقل وبتعرضها للانقراض. قال لك الصيد الجائر ده هو ايه؟ قال لك صيد الحيوانات بطريقه عشوائيه، يعني مش منظمه وغير قانونيه كمان، لان انت ممكن ما يبقاش اصلا معاك ترخيص للبندقيه اللي معاك دي. قال لك يبقى صيد الحيوانات بطريقه عشوائيه غير قانونيه بشكل يعرضها للانقراض. ده كده تعريف الصيد الجائر، يبقى هو صيد الحيوانات بطريقه عشوائيه غير قانونية وبشكل يعرضها للانقراض. طب تالت سبب من اسباب الانقراض الحديث وهي التلوث البيئي. ممكن يكون بسبب تلوث البيئة. ازاي؟ قال لك انت عندك السفن بتاعة البترول بتبقى محملة وماشية في المياه. قال لك فممكن تبقى في البحر او في المحيط فيحصل تسرب لزيت البترول على مياه البحار والمحيطات. قال لك فالكائنات اللي عايشة اللي هي الاسماك وغيرها اللي عايشة في المياه بتبقى المياه كده تلوثت فبتموت. فلما تموت بينزل طيور تتغذى على الاسماك دي تاكلها. قال لك فلما تاكلها كمان هي كمان تموت. قال لك يبقى ده كمان بيؤدي الى موت وهلاك الكائنات البحريه. يبقى هنا التلوث البيئي ده عندك زي تسرب زيت البترول في البحار والمحيطات مما يؤدي الى هلاك الكائنات البحريه، هلاك الكائنات الايه؟ البحريه. وتاني حاجه قال لك عندك من التلوث البيئي ده عندك حاجه اسمها المبيدات الكيميائيه والامطار الحامضيه. المبيدات الكيميائيه والامطار الايه؟ الحامضيه. المبيدات الكيميائية دي بتسبب تكسر السلاسل الغذائية، وعندك الأمطار الحموضية دي بتسبب تدمير الأشجار الغابات، تدمير الأشجار الإيه؟ الغابات. طيب عندي رابع حاجة من أسباب الانقراض في العصر الحديث وهي التغيرات المناخية الناتجة عن أنشطة الإنسان المختلف الصناعي. انهي نشاط؟ الانشطه الصناعيه تحديد، والكوارث الطبيعيه. يبقى تاني يبقى في عندي تغيرات مناخيه ناتجه عن انشطه الانسان المختلفه وخصوصا النشاط الصناعي للانسان، زي ان هو يبني مصنع فالمصنع يطلع دخان، الدخان ده يلوث البيئه، يرمي مخلفات الصرف الصحي ومخلفات المصانع في المياه ده يلوث البيئه. يبقى تغيرات مناخيه ناتجه عن انشطه الانسان الصناعيه والكوارث الطبيعيه. طيب عندي الكوارث دي زي ايه؟ قال لك الكوارث دي اللي بتسبب انقراض الكائنات زي ايه؟ قال لك عندك مثلا البراكين، لو بركان انفجر دي كارثه طبيعيه، ده ممكن يموت الكائنات. عندك الجفاف، ان الارض تعرض لموجات جفاف. عندك موجات تسونامي اللي هي المد البحري. عندك الفيضانات، عندك الاعاصير، عندك حرائق الغابات. كل دي بنسميها تغيرات مناخيه. تغيرات ايه؟ مناخيه. ايوه الكوارث الطبيعيه. هتقول له زي ايه؟ هنقول له زي عندك البراكين، عندك
الأعاصير اللي هو الإعصار، عندك موجات المد البحري اللي هي تسونامي زي اللي حصل في إندونيسيا سنة 2005، عندك كمان الجفاف إن الأرض يضربها موجة جفاف تتشقق كده لما بتعرض الجفاف وبتزيد الملوحة فيها، عندك الفيضانات، الفيضانات المدمرة، عندك حرائق الغابات، حرائق الغابات انك تلاقي الغابة مرة واحدة كده ولعت من كتر الارتفاع الحرارة زي غابات استراليا مثلا، قال لك دي من كتر الارتفاع الحرارة بتلاقي الغابة ولعت لوحدها، الاشجار ولعت لوحدها فيها. طيب دي كده يبقى احنا خدنا كده اسباب الانقراضات القديمة واسباب الانقراض الحديث. اسباب الانقراضات القديمة عددها الاول 5 انقراضات، اسبابها ايه؟ اصطدام النيازك بالارض، حلول عصر جليدي طويل، الهزات الارضية العنيفة، والغازات السامة المنبعثة من البراكين. العصر السادس اللي هو العصر الحديث، العلماء بيقولوا عليه عصر الانقراض السادس رقم 6، وده اسبابه ايه؟ 4 اسباب برضه. اول حاجه تدمير الموطن، ان انا اقطع الاشجار بتاعه الغابات. تاني حاجه الصيد الجائر. تالت حاجه التلوث البيئي. رابع حاجه التغيرات المناخيه الناتجه عن انشطه الانسان الصناعيه والكوارث الطبيعيه. طيب عندي بتنقل بعد كده على الانواع المنقرضه والمهدده بالانقراض. طب خلاص يا مستر كده بقى ايه، حصل الانقراض وخلاص وانتهينا. طب هناخد بقى الانواع، يبقى عندي بقى هناخد الانواع المنقرض، يبقى نتنقل بعد كده على الحاجات بقى اللي انقرضت. الانواع المنقرضه برضو هصنفها لنوعين، هصنفها لايه؟ لنوعين. في عندي كائنات منقرضه قديما، يبقى كائنات انقرضت ايه؟ قديمه، الانسان ما شافهاش وهي بتنقرض. وفي عندي كائنات منقرضه حديثا، يعني الانسان شاهد عليها وشافها بعينه وهي بتموت وهي بتنقرض وبتختفي من الطبيعة. الكائنات المنقرضة قديما دي زي ايه؟ قال لك عندك كائن انت تعرفهم عشان بيجي يسألك فيهم اكمل في الامتحان، يجي يقول لك من امثلة الكائنات المنقرضة قديما نقطة نقطة، تقول له عندي الديناصور، الديناصورات دي انقرضت قديم، وعندي الحيوان التاني الماموس. الديناصور ده قال لك انقرض من كام؟ قال لك من 66 مليون سنة. الديناصور ده انقرض من 66 مليون ايه سنة؟ تحفظ الرقم ده او التاريخ ده. طيب عندك الماموس، قال لك ده بيطلقوا عليه، تبقى انت عارف التسميه دي، جد الفيل الحالي. الفيل بتاع النهارده اللي انت بتشوفه الفيل ابو زلومه ده يبقى مين جده؟ الماموس. بيبقى الماموس ده الفرق بينه وبين الفيل ان الماموس بيبقى حيوان مشعر، قلبه شعر كتير، جسمه عليه شعر، ده الفرق بينه وبين الفيل بتاع دلوقتي. يبقى الماموس بتلاقي عليه شعر كتير كثيف، اما الفيل بتاع دلوقتي ما بتلاقيش عليه شعر قوي، فهو بيطلق عليه ايه؟ جد الفيل الحالي. وطبعا اول جثه ليه قلناها في الدرس اللي فات اكتشفت فين؟ في سيبيريا. اكتشفت اول حفريه للماموس كانت فين؟ في سيبيريا، نتيجه الانهيارات الجليديه اللي حصلت، ماشي، كانت سنه 1798، دي اول جثه للماموس اكتشفت. طب الكائنات المنقرضه حديثا، قال لك اللي انقرضوا حديثا عندك الكواج، حيوان اسمه الايه؟ الكواج. والكواجه ده حيوان نوعه ايه؟ قال لك ثدي. ثدي يعني ايه؟ يعني بيولد ويرضع صغار، يبقى الثدييات هي الكائنات التي تلد وترضع صغارها. طب الكواجه ده شكله عامل ازاي يا مستر؟ قال لك ده بيجمع بين شكل الحصان والحمار الوحش، بيجمع بين شكل الحصان والحمار الايه؟ الوحش. طيب الكواجه سبب انقراضه ايه؟ قال لك اصطياد المزارع، اصطياد الصيادين له، يبقى الناس كانت بتصطاده بقطر، فعشان كده يبقى سبب انقراضه الصيد الجائر. عندي تاني كائن من الكائنات المنقرضة حديثا، يبقى اول كائن كان مين؟ قال لك الكواجه، يبقى الكواجه ده اول كائن منقرض حديثا. تاني كائن منقرض حديثا عندنا رقم 2 عندنا اللي هو طائر اسمه طائر الدودو. طائر الايه؟ الدودو. طائر الدودو ده بيطلق عليه اسم الغبي، بيطلق عليه اسم الايه؟ الغبي. ليه؟ قال لك لانه ما بيقدرش يدافع عن نفسه. طيب طائر الدودو ده بيبقى ايه؟ قال لك طائر الدودو ده من الطيور التي لا تطير. وصفه لما اجي اوصفه اقول له من الطيور التي لا تطير، يجي يقول لك علل ليه طائر الدودو كان فريسه سهله للاصطياد او للصيادين كانوا بيصطادوه باسلوب سهل، قال لك لانه من الطيور التي لا تطير. ليه بقى؟ قال لك لصغر، لان الجناحات بتاعته صغيره، يبقى لصغر اجنحته، لصغر ايه؟ اجنحته، وقصر أرجله، لأن رجله كمان قصيرة قصيرة، يبقى لصغر أجنحته وكسر إيه؟ أرجله. يبقى طائر الدودو كان بيطلق عليه اسم الغبي لاعتقادهم إن هو ما كانش بيدافع عن نفسه، وأصلا الطائر ده موطنه الهند، موجود في الهند، ماشي. وطبعا هو خلاص انقرض من الكائنات المنقرضة حديثا، وده من الطيور التي لا تطير لصغر أجنحته وكسر أرجله. طيب عندي كمان
بس يعني هما دي الاتنين دول اللي اتكرر عليك، هو لغى الباقي، كان في حاجات تانية بس لغاها من عليك. السنة دي اللي هي في النسخة الجديدة اللي هي 2021 دي لغاها من عليك، بس كان في حاجات تانية ممكن اقولك على اسمها برضو، زي حاجة اسمها قط تسمانيان. قط تسمانيان ده اللي هو كان اسمه القط البر الاسترالي، القط البر الايه الاسترالي، وده القط ده كان برضو من الكائنات المقرضة حديثا. وده بيتميز بانه حيوان ثدي برضو من الثدييات، كان له رأس ذئب، له زي الكلب، له جراب كنجارو، له جلد نمر، كان فيه شبه، كان كل الوصفات دي فيه ماشي. وده كان ايه، قالك كان بيتغذى على الفراخ والدجاج بتاع الفلاحين فكانوا بيقتلوه. طيب يبقى الكواجه حيوان ثدي بيجمع بين شكل الحصان والحمار الوحشي، وسبب انقراضه الصيد الجائر. طائر الدودو اللي هو الغبي، ده من الطيور التي لا تطير لصغر اجنحتها وقصر الرجول. عندك قط تسمانيان وده من الكائنات المنقرضة حديثا اللي هو القط البر الاسترالي، سبب انقراضه ايه؟ قال لك ان كان بياكل الدجاج والخروف بتاع الفلاحين فاصطادوه. طيب عندك كمان من الكائنات المنقرضة حديثا حاجة اسمها الضفدعة الذهبية. الضفدعة الايه؟ الذهبية. دي دخلت واختفت بقالها حوالي كده 30 سنة، ما مش ما تشاف من سنة 1989 وما ظهرتش لغاية دلوقتي، فقالوا عليها حسبوها ان هي منقرضة حديث. خلاص كده يبقى دي كده الكائنات المنقرضة ايه، كائنات المنقرضة حديث. يبقى في عندي كائنات منقرضة قديما، الديناصور والماموس. الديناصور انقرض من 66 مليون سنة، والماموس جدي الفيل الحالي. الكائنات منقرضة حديثا الكواجه، وعندك طائر الدودو، دول المقررين عليك تعرف. طيب عندي بعد كده يبقى دي كائنات منقرضة، يعني خلاص ما بقتش موجودة، يعني ماتت ما بقتش موجودة على الأرض. طب عندي بقى